مرحبا جديد في ليكيب مونديال. المنتخب الوطني رجع للتمارين نتاعو. نذكركم انه ضيفنا هو حارس المنتخب الوطني الاول حتى توا في المونديال ان شاء الله معاذ حسين. اليوم حضرنا الحصه التدريبيه الاولى بعد الراحه الخاطفه لليكيب ناسيونال. نشوفوا الامبيونس واليوم الحصه عرفت حضور اعلامي كبير برشا بالنسبه للمنتخب الوطني. ناخذوا فكره على اهم مسار ونرجعوا نعلقوا على البلاتو. Ça va bien, alhamdoulilah, je bosse bien, j'ai bien travaillé, je me suis bien reposé, on continue la rééducation et j'espère que ça ira. Et vous allez être présent au match de l'Espagne ou bien c'est un peu difficile? Il faut demander à l'entraîneur, après c'est lui qui fait ses choix, moi je me reviens doucement, je ne précipite pas et j'espère que ça ira. Moi je suis là, je suis là. Je suis là, 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 je suis là. يوري اللي عنده قدامهم وكا نسيها. Non, c'est pas risqué, au contraire, c'est bien de jouer contre une grosse équipe, comme ça au moins on sait à quoi s'en tenir. Mais voilà, on a fait deux bons matchs, deux matchs nuls. Faudra continuer sur cette lancée et essayer d'éviter de faire les petites erreurs qui nous coûtent cher. Et voilà, il manque un match contre une très belle équipe, on va faire bonne figure, Inch'Allah, se donner à fond et ensuite commencer. Ces grands matchs qui vont arriver. Affronter Iniesta et Sergio Busquets au milieu de terrain, ça fait quoi pour une Espagne? Ouais, ça fait plaisir, c'est tout. Après, voilà, c'est nos adversaires. Donc voilà, c'est bien de jouer contre des joueurs comme ça parce qu'on apprend aussi beaucoup. Mais voilà, aussi, on les respecte, mais on joue aussi pour gagner les matchs. Oui, moi je me sens plutôt bien, j'ai été bien intégré, j'ai eu aussi la confiance du staff et d'un groupe. Donc voilà, j'espère le rendre du mieux possible sur le terrain. Je sais que je peux encore apporter plus. Maintenant voilà, on a je pense le plus gros test qui nous attend face à l'Espagne. Donc c'est clair qu'on va tomber sur l'une des meilleures équipes à l'heure actuelle au niveau mondial. Donc ce sera un beau test et un beau challenge pour nous. Quand on montrera le plus beau visage, on espère. نحاولوا نكونوا في مستوى التطلعات نتاع الجماهير التونسية اللي فرحانة بالجمهور التونسي منذ أول مباراة نتاعنا ضد المنتخب المصري يعني منذ سنة تقريبا وإن شاء الله المولى يكون في عوننا وإحنا متفائلين إن شاء الله. صعبة منتخب مباراتنا الأخيرة ضد المنتخب الإسباني تخلينا نحدوا المستوى الحقيقي نتاع المنتخب التونسي إن شاء الله. أكيد مباراة إسبانيا باش تكون يعني مقياس حقيقي يعني مع احترامنا لبقية المنتخبات اللي مر بها المنتخب التونسي لأنه يعني إسبانيا يعني منتخب قوي جدا نكفي نقولوا بطل العالم 2010 وهذا من شأنه خاصة أن آخر مباراة باش تكون يعني في التحضيرات والتشكيلة الأساسية اللي باش تواجه المنتخب الإنجليزي باش تكون هي نفس التشكيلة باش تلعب ضد إسبانيا. ثقتنا في الأولاد أكيد كبيرة مع ديما نقولوا راهو ما يلزمناش نغلطوا زاد روايحنا يعني المنتخبات اللي باش نواجهوها راهي منتخبات قوية جدا. إنجلترا نشوفوا فيها توا في التحضيرات ومنتخب بلجيكا رغم كل الانتقادات اللي قاعدة تصير لكن من خلال التعادلات والهزايم يصحوا في الأوضاع يعني مارتينيز وبقية الإطار الفني نتاع المنتخب البلجيكي. احنا كذلك فورمة موجودة كسبنا برشا نقاط على المستوى المعنوي وهذا اللي باش يعطينا دفعة ندخل المونديال إن شاء الله بثقة كبيرة. باش نعلق على كل مباريات المنتخب التونسي بالطبيعة إن شاء الله يعني انطلاقا من مباراة إنجلترا إن شاء الله احنا ولو ديما نقولوا لغة الأقدام وحقيقة الميدان لكن إن شاء الله نقولوا نكونوا طالع خير زاد كذلك على المنتخب إن شاء الله. أمبيونس باهية برشا المنتخب الوطني معز كلهم نبيل معلول اللاعبين كلهم أجمعوا أنه مواجهة إسبانيا تنجم تكون هي الروبير الصحيح المدى جاهزيتنا للمونديال. حسب رايك اسبانيا هي اللي باش تقول لنا وتعطينا فكره قداش احنا حاضرين؟ بالحق هو معناتها كيف تلعب لاسبانيا معناتها جمعيه كبيره ربحت كوب دي موند ربحت اليورو معناتها وكيف تلعب تيست كيف هافايا لازم معناتها باش نشوفوا النيفو ديجا نتاعنا ومعناتها الدايركسيون وين نجموا نمشيو معناتها في الكوب دي موند. مي سا فيتخ ان فري تيست ومعناتها بور شاك جوار فما جوارات كبار
وخاصة اكسبيرونس كبيرة مع بور جمعية متاع تونس وخاصة وراسي معناتها عندهم جوارات معناتها أكبر جوارات في العالم وإن شاء الله كان عملنا غزوطة باهية معناتها نبو كونتينيو سون بون فوا بالضبط. ماتش اسبانيا ما نعرفش شكون عنده تعليق على الماتش هذايا، يمكن هذايا الوقت المناسب تاع مقابلة اسبانيا انه وصلت للتوب تاع التحضيرات نتاعك احسن وقت يعني. هو لو فغي تيست معناها اسبانيا سي ان اوت نيفو بارابور كوسوسوا بورتوغال وتركيا ولا حتى الملاحظين الكل حتى بلجيكا ولا لونجلتير معناها مصنفين ديز اوتسايدر. بار كونتر اسبانيا سي لان دي فافوري مع المانيا مع البرازيل مع فرنسا، دونك حتى بارابور بلجيكا ولانجلتير سي ان اوت نيفو معناها لو تري تري او نيفو. ان شاء الله نكونوا حاضرين، سي لو فري تيست معناها مقياس باش نشوفوا رواحنا وين خلطنا. ممكن نعرفش التشكيله باش تكون هي بيضه باش تلعب ماتش اسبانيا وبخومي ماتش ولا لا، مي قبل كنا نقولوا 70-80% ظاهره، ممكن 95% اللي باش نرقاهم ضد اسبانيا. ميم سي سي با لو ميم فوتبول معناها مع لانجلتير، اسبانيا سي ان اوت فوتبول، مي سي ان تري تري بون تيست باش اون فا توشي لو تري تري او نيفو في المقابله هذه. هما زاده كيف اخر ماتش نتاعهم قبل كوب دو موند ماهوش باش تكون مقابله وديه، ماهيش باش تكون معناها سافيت ماتش اوفيسيال عباره ماتش تاع كوب دو موند، خاطر مع اسبانيا وفي النهارات الاخرانيين ماهوش ماتش اميكال. بالضبط. المنافس نتاعنا المنتخب الانجليزي، المنافس نتاعنا في الماتش الاول قاعد يحضر زاده، هو لعب مقابله وديه مع المنتخب النيجيري مع سوا ديزون منتخب افريقي يشبهنا في طريقه اللعب. ما نعرفش اذا كان الاختيار نتاعهم صحيح خالد، اذا كان اختاروا نيجيريا على اساس انه القاره الافريقيه، ما نعرفش نشبه نيجيريا في لعبنا، معناها تيست مفيد بالنسبه للانجليز. بون اكيد بلوز اون ممكن نيجيريا تفوتنا شويه بونجاجمون فيزيك، مي سور لو بلان تكنيك برسك كيف كيف، ما فماش ديفيرنس كبيره ما بيناتنا. يظهر لي ان تري بون شوا ليهم هما. ريت الماتش وراو ميتا الاولاني وجه ممتاز برشا، دوزيام ميتا نيجيريا ورات زاد وجه باهي برشا، دونك يظهر لي ماتش سكي سور باش يستنفعوا منه لي زونجلي. بالضبط. تو ناخذوا فكره على شنو صار في المقابله هذيا بين انجلترا ونيجيريا ونرجعوا نعلقوا. نذكركم ضيفنا هو حارس المنتخب الوطني معز حسن. لعب المنتخب الانجليزي ثالث مباريات الودية نهار السبت تحضيرا للمونديال وواجه المنتخب النيجيري في ويمبلي. النتيجة وفات 2-1 للانجليز بأهداف كاري كاهيل وهاري كين. منتخب الأسود الثلاث تميز في المباراة هذه بالكرات الثابتة والهوائية، كما تميز زاد بالسرعة والتحركات المتواصلة لملاعبيته من غير كرة. وكان الثلاثي ديلي آلي هاري كين وخاصة رحيم ستيرلينغ وراء كل المحاولات. دفاعيا المنتخب الانجليزي في المباراه هذه لعب بثلاثه مدافعين في المحور كاهيل ستونز ووالكر، لكن رغم هذا انجلترا تسجل لها هدف بعد 9 تمريرات كامله مسترسله من غير ما يمس حتى لاعب الكره. افضل لاعب في المباراه كان تريبيي ظهير توتنهام بحصوله على نوت وصلت ل 8.2/10، زوز انتصارات وتعادل. هذه حصيله منافس منتخبنا الاول في المونديال في مبارياته الوديه لحد الان، في انتظار اخر مباراه تحضيريه اللي باش تكون ضد كوستاريكا نهار الخميس. منتصر، انت تفرجت في المقابله هذه وعندك تقريبا الكلام نتاع طريقه لعب المنتخب الانجليزي، نحاولوا نفهموا معاك والاولاد الكل تناخذوا زاد راي معز حسن في المنتخب الانجليزي. اخترت بعض اللقطات باش تعلق عليها باش نفهموا على الاقل طريقه لعب المنتخب الانجليزي، واذا كان ممكن ولا اذا كان امكن نقاط الضعف خاصه يا منتصر. هو شوف، اول حاجه ما عملوش ماتش كامل باهي، عملوا تري تري بون بريمير ميتون سورتو، وبعد 2-0 نيجيريا عملوا 4 شونجمون في الميتون وبدل غيرنوتروج ديسبوزيتيف، ايزون دو مال ا سادابتي في اول دوزيام ميتون. بعد منتخب تري اتليتيك معناها في الكومبا في الجويل، معناها منتخب ايزون تري اتليتيك. هاي اثنين قوه في لي بالاريتي، معناها لي بالاريتي الكل معناها كوسو سوا. فما نبداو نشوفوا اللقطات اللي اختارتها، نشوفوا اللقطه الاولى اللي اختارتها منتصر وباش تعلق عليها من مقابله انجلترا نيجيريا اللي وفات 2-1 للانجليز وثلاثه مدافعين في المحور. منتصر يلعبوا 3-5-2 3 سونترو ميليو سونتينيل قدام الدفاع. هذه اللقطه منتصر داير، هذا البونتو الاول معناها ديجا البونتو الاول كورنير ديريكت وبالاريتي غاري كايل تاع تشيلسي وبالراس. هنا
ما نشوف بريزونس نتاع لاعبين علاش البالاريتي تنشوفوا يفوا تري فيجيلون في البالاريتي بالنسبه لمنتخبنا تري كونسونتري وفي الماركاج ولي فوت الزايدين خاطر كوسوسوا كيما قلت لك هذايا ولا ثاني كلهم دي جباري متسارم على الكره عندهم لي ديفونسور لي ميليو تيران نعاودوا نرجعوا لي قبل هذه الاولى كورنير خلينا في اللقطه الاولى هذا الثالث هذا ريك داير دوزيام ميتون هذا الثالثة هذا بالاريتي كل بالاريتي كوسوسوا دو لعبوها ولا ديريكت معنا ديما فما اختار ستة ملاعبيه في سي سور باش يكون فما فيزيونال هذه اللقطه الاولى اللي طلبتها مونتاج هذه اللقطه الاولى اللي جابت البونتو واللقطه الثانيه ان كورنير ا دو نشوفوا اللقطه الثانيه كيف كيف ا دو هذا البونتو هذه الثانيه كورنير ا دو ومن بعد بالراس وانترفونسيون من الجارديان دونك اختار سو لي كورنير سو لي بالاريتي واش معناها معناها ما نعملوش دي فوت يونيتيل اللي باش يعطيهم دي سيتواسيون كيما هكا اثنين نكونوا تري فيجيلون تري كونسونتري خاطر لا كاليتي نتاع جو تيت تاع الملاعبيه اللي عندهم كو سو سوا غاري كايل ولا ستونس ولا ايريك داير ولا ريكين يضربوا مليح بالراس دونك اون دي تري كونسونتري تري ديسيبليني في لي فاز دو جو اريتي هذوما باش ما نقبلوش عليهم خاطر سون تري تري كوستو في لي فاز دو جو هذوما من بعد قلت لك يلعبوا 3 5 2 دو اتاكون ريكين وسترلينغ ايريك داير قدام ديفونس لي دو اكسونتري معناها ان ابور اوفونسيف كبير اشلي يونغ وتريبي اللي كان احسن ملاعب في الماتش معنا احنا سي ان شوا اوفونسيف كي لا في حد سونتينيل ايريك داير وقدامه زوز ملاعبيه اللي انغارد ودي لي علي قدامه اللي بار مومون نلقاهم 5 جوار في الكومبارتيمون اوفونسيف يتاكي واثنين الحاجه اللي عملوها ديما هي لا بريز دو فيتيس في البروفوندور شوف انا هذا ستيرلينغ وتعاودت برشا مرات ولا هنا كيف كيف مره اخرى ستيرلينغ ولوج البيرانتي هاري كين يفيكسي ومن بعد ستيرلينغ ياخذ البروفوندور بالفيتيس نتاعو وحتى كي خرج ستيرلينغ ودخل راشفورد تاع مانشستر يونايتد كيف كيف وهنا علاش نقول هكا دونك يفوا تري فيجيلون في الجيستيون تاع البروفوندور هنا معز حسن يدوات كيف كيف زاد حاضر وشفتوا ماتش البرتغال فما كره تلعبت في الظهر وخرج هو خذاها خرج هو خذاها كره في الظهر في لي بالاريتي وفي لي سورتي ايراني سي تامبوزي في الماتشات الاخرانيين دونك معنا اليوم بارازار مي في لي دو دومين هذوما كو سو سوا في جيستيون تاع البروفوندور بالنسبه لين ديفونسيف نتاعنا ولا الغارديان في ليكتور نتاع الجو ولا في لي بالاريتي نتاع الادفيرسير معاذ باش يكون عنده رول تري 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 امبورتون دونك هذوما لي دو بوان بعد دون لو جو شفت منتخبنا مع البرتغال كي نبداو واقفين وبيان اون بلاس هذه تعاودت برشا مرات معناها فيكساسيون مع ريكين ومن بعد يلقاو لا بروفوندور مع ستيرلينغ بالفيتيس نتاعو ولا لي زيكسونتري كو سو سوا اشلي يونغ ولا تريبي دونك يلزمنا نكونوا فيجيلون في لي بالاريتي وفي لا جيستيون تاع البروفوندور وشاك فوا منتصر شو معناها يمشي يلوج على الجارديان معناها يلوج على الكره بيناتهم بريمير ميتا عمل وحده معناها عطاو كوره عملنا نيكسبلوا مشى راس راس وهذا الثاني وهنا لي بوان فيبل في الماتش صاروا دي سيتواسيون سورتو دوزيام ميتون هذه الثانيه نرجعوا الاولى مالغري يلعبوا بثلاثه سونترو اي سون برونابل في اللاكس معناها بلاناكس اي سون برونابل الكره الاولى نعاودوا نرجعوا للبونتو ديجا الهدف الاولاني نتاع نيجيريا كره نيجيريا نعاودوا كان نجموا نرجعوا برونابل كيفاش لو طون اللي تجي اللقطه برونابل معناها رزان ولا ماهمش متفاهمين ولا شنو بالضبط ماهمش هما لي زونجلي ما كانوش يستناو في غاري كايل باش يكون تيتولير حد غاري كايل والكير سي لاترال دروا بار مومو لعب في البوست هذاك تروزيام سونتر مع غوارديولا في مانشستر سيتي كي لعب تروا مي ما تحسوش اللي فما يوفري كومبليمونتاريتي ما بين الثلاثه والبلاسمون نتاعهم ما كانش باهي برشا سورتو ان دوزيام ميتون هذا البونتو كوره معناها وهنا باش يكون مهم لابور دي جوار اللي باش يلعبوا على جنب كو سو سوا صابر ولا بدري ولا نعيم سليتي لي كورس دو ليكستيريور في الانتيريور في الدياغونال ما بين السنترال والسنترال باش نجموا نخلقوا دي سيتواسيون اللي باش يعطيونا فرص هذا البونتو والكره الثانيه تنشوفوها بعد هذا في الدوزيام ميتون كيف كيف تلعبت اون دو تروا في الميليو تيران وفي البروفوندور وكان جا فما كورديناسيون ما بين الباسور والملاعب هذا ويعمل لابيل هذا ممكن كانت تكون اوكازيون تاع بونتو وكان جا فما تايمينغ صحيح في الباس دونك مالغري اللي يلعبوا ثلاثه في اللاكس سون برونابل بعد فما حاجه اخرى كيما قلت لك لي لاتيرو نتاعهم تريبي ولا اشلي يونغ يطلعوا ولي دو ميليو اللي قدام سونتيلين يمشيو فير لافون دونك فما حاجه عملها معز وشفناها في الماتشات الاخرانيين
دي كون ريكوبير الكره يلعب تري تري فيت فير لافون النجم نقلقان في لي فاز دو جو هذوما سي سور كون فا ميتر ان بلاس لاتاك رابيد كي تبدا فما زون دو ريكوبيراسيون في الوسط اما حتى كي تبدا زون دو ريكوبيراسيون باس والكره عند معز سور ديكلونشمون تاع لاتاك رابيد والا صارت زاده كيف كيف ماتش تركيا كنا نجمو ماركيو عليها كورنير لتركيا وهو اخذ كره سيون سورتي ايريان وعمر رونس ونيتي 4 كونتر 3 في كونتر On a très mal géré la situation, mais il y a plus ou moins les phases de jeu qui C'est les phases de jeu. C'est des balles ستيرلينغ يخرج يخرج مع ديفونسيرات ومن بعد يجي غاريكايل ولا ما تراش شوا نتاع نيجيريا ماهوش شوا نتاع تونس يعني شوف لونجلتير وقت اللي حابت صحيح وقت اللي حابت تلعب ليكيب قريبه زعما من الكونتينون افريكان جات اختارت نيجيريا انا راي انه نيجيريا ماهيش تونس لا بريفوني لي تروا زيماج اللي اخترتهم انت ثلاثه لقطات لونانيين اللي تحكي على لي بالاريتي يظهر لي ثم نايفتي كبيره خاطر يظهر لي هذايا اكزرسيس نتاع كادي كي تماركي لك بونتو وانت في الكادي تماركي لك بونتو سور بالاريتي يضربها ديريكت ويطلع يكون واقف ويطلع يضربها يظهر لي تو سانكسيون ديفونسور هذا السؤال الاولاني والثاني اللقطه الثانيه نتاع الكورنيرا 2 يظهر لي ديفونس طايح برشا مع الكارديان يعني كورنيرا 2 تعرف لي زابيسين نتاع الكره يقول لك اخرج مع الكره الثانيه هذاك علاش قلت لك شوا ماهوش كويس ما نعرفش كان هما عملوا شوا بارابور لي نحن خاطر حتى في لي ماتش اميكو ما لعبوش مثلا بلجيكا باش تلعب مع المغرب لا لعبوا دي زادفيرسير يشبهونا نحن لا دي زادفيرسير يشبهوا البنما دونك عملوا دي ماتش اميكو وهذا بوتيت سي ان افونتاج زاده ممكن هما في مخاخهم يحسوا في رواحهم يحضروا في الدوزيام تور وما هم يفول با في مخاخهم يفون با سادابتي لينا احنا يفون امبوزي لوغ جو وكيما قلت لك حتى لو شوا نتاع تريونجل نتاع ميليو سي ان شوا اوفونسيف دو ميليو معناها لينغارد وديلي ايلي بالضبط فوالا دي جور دو كوتي لعبهم قدام اريك داير وحده دونك كيما قلت لك فما ان ديزيكيليبر كي بو سو كخي عندهم اللي احنا نجموا نستغلوه ونتصور باش نحضروا الماتش هذا تكتيك بالكدا وانا بالعكس ليتا ديسبري اي باش نلعب بثلاثة خاطر لقى برشا مشاكل كان الصحافه نتاعهم بعد شويه تعادل بلجيكا كلهم بثلاثة ناخذ راي معز في الانجلتير احنا تعرف في تونس كيفاش نخمم ونقولوا نجيبوا نيول مع الانجلتير وبعد يعمل ربي انت هكا تخمم تشوف انه ممكن اسهل الانجلتير من بلجيكا نو كل ماتش معناتها اللي كومبليكي معناها كي تشوف لي تروا زيكيب بلجيكا بنما احنا قاعدين نقولوا تو نبداو بنيول مع الانجلتير ومن بعد يرحم ربي انت تشوف انه النجم نوصلوا معناها نحققوا الحكايه هذيا احنا معناتها اون با دير نعملوا نيول مع الانجلتير ومعناتها احنا لوبجيكتيف لازم نربحوا الماتشات الكل معناتها اون با فير ان سورت دو سي تروي لي معناتها لي بوين فيبل نتاع الانجلتير اون سي كو ils sont très forts physiquement mais fait le remplacement معناتها ils sont assez lents معناتها احنا on va essayer de jouer sur les contre-attaques وخاصتين معناتها بعد احنا سورتو احنا عندنا لعبة نقولوا كيف لاسبانيا معناتها نلعبوا في لي بتي بيريمتر وكيف ريتو في لي ديرني ماتش اون اريف ا سكوكيري بوكو دوكازيون دون دي بتي بيريمتر اي سورتو دون لو دو دو لا ديفونس شوز كي لانجلتير في لي ريبلاسمون اي سون تري تري لان واحنا اون اريف ا اكسيلي فريمون اون اي تري بون لا دوسو مي بعد ابري فوالا سي سا فا اتر ان ماتش كومبليكي اون سي كومونسي لانجلتير سي تري فيزيك et voilà il faudra être surtout ces matchs là ça se paye cash la moindre erreur ta placement Rasten fait les coups de pied arrêtés si on n'est pas prêt matin on va le payer cash et on va perdre les matchs donc à nous d'être bon parce que j'ai vu que le Nigeria déjà ils ont fait un marquage individuel et nous on a un marquage de zone choses qui sont deux choses différentes mais voilà nous on doit être prêt le jour J parce que l'Angleterre c'est pas facile à jouer mais on a toutes nos chances de gagner. Inch'Allah j'aimerais on خمو في نول ديجا معني ريزولتا يفرح على الاخر كان نجمو نربحو الانجلتير معني الحلمه بدات تتحقق راه باش نشوفو بعد شويه بلجيكا بالكش معك انت زاد نجمو نربحو بلجيكا تناخذوا فكره على المنتخب البلجيكي جوست بو ونرجعوا للليكيب مونديال